أعزائي المشاهدين، حلقة هذا اليوم هي مساعدة العوائل المتضررة نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي سقطت على المحافظات الجنوبية. شلون شوية المطر؟ والله بظلم حالي، يلا وكيلك خذاني الموجود أبعته بعمود. قيادة الفرقة العشرة وطيران الجيش يشارك بإخلاء العوائل التي تضررت نتيجة الأمطار الغزيرة، ومثل ما تشاهدون الأخوان قاعد يخلون بالأطفال وبالعوائل. والله هل شوف تضررنا، حلالنا تضرر وبيوتنا طاحت علينا. ما ظل على حالنا حال، واحنا نوب شنو سوينا لنا شغلة، قسم من الزرع حصدناه. ايه ضررته هواي يعني. ضررنا يعني حيل، مثل ما يقول له سبحان الجليل، ما أقدر أقول لك حلال عندنا. والله أنا بالنسبة لي عندي حلال مات. هذا أدي... اللي نجى من الغرق مو؟ اي والله. ما شاء الله سالمة، هلا بيك. هلا ومية هلا. حتى تطبخين اليوم؟ ايه. وما غرقتي؟ يا هلا بالحجية. شنو اليوم غرقان والنوب هنا نايم؟ اي والله بعد وين انا غرقان؟ ها خاف عم بيجيك مي؟ لا وين؟ ورا الشارع يجيني مي. ورا الشارع. كل شيء يصير. اي صحيح. راح ننطلق ان شاء الله بصحبة القوات العسكرية وطيران الجيش، راح نروح القرية. هاي القرية اسمها قرية سيد محبس. قناة الزهراء والمهدي شاركت بتوزيع 100 حصة غذائية على العوائل المنكوبة.